زلزال جوي ليلي مفاجئ تنفذه قوات المشاة الأمريكية بمشاركة الوحدات الكردية على الضفة الجنوبية لنهر الفرات قرب مدينة الطبقة إلى الغرب من الرقة. عملية الإنزال بحسب مصادر ميدانية بدأت بالاستيلاء على قرية أبو هريرة الخاضعة بدورها لسيطرة تنظيم الدولة. أعقبها إنزال مماثل مكن القوات المشتركة من السيطرة على قرى المشيرفة والكرين والمحمية ومن ثم قطع طريق حلب الرقة. العملية تأتي بالتزامن مع تلك المعارك التي تخوضها ميليشيا قسد أي ذاتها الوحدات الكردية إلى الشمال والشرق من الرقة بهدف تطويق المدينة من ثلاث جهات، وسط أنباء عن استيلاء الأخيرة على قرية جديدة مخيط على محور أبو خشب شرق الرقة. غير أن الدعم الأمريكي المفتوح للوحدات الكردية والإنزال الجوي الأخير قد ينفيان الشكل الإعلامي لهدف واشنطن الحقيقي في سوريا بمحاربة تنظيم الدولة، وهي أسئلة ذهبت إليها شبكات وتنسيقيات في الرقة بخصوص ذاك الجدار الأمريكي الروسي المشترك شمال وغرب مدينة منبج لمنع أي تقدم للجيش الحر في قتاله تنظيم الدولة بريف حلب أو محافظة الرقة. إلا أن ما قد يؤكد تلك التساؤلات هذه الجبال ومعاركها التي تغيب بشكل مطلق عن وسائل إعلام عالمية تعنى بتغطية الحرب على تنظيم الدولة. استهداف تنظيم داعش، فهنا جبال القلمون الشرقي حيث تمكن الجيش الحر والفصائل المقاتلة من طرد تنظيم الدولة من مساحة تقدر بأربعين كيلو مترا خلال الأيام الماضية. هنا يؤكد ناشطو المنطقة أن لا دعم بمدرعات وذخيرة وإنزال جوي أو غطاء أمريكي على مدار الساعة كما في الشمال السوري لتمكين الوحدات الكردية من مشروعها لقضم المدن والبلدات العربية. طيران روسي يقوم باستهداف القلمون الشرقي، بل ليكتمل المشهد تشن بين الفينة والأخرى طائرة النظام والاحتلال الروسي غارات جوية ضد الجيش الحر في محاولة لوقف انهيار التنظيم في القلمون الشرقي.